السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقريب الأحدث. اليوم راح أقدم لكم استعراض شامل للهاتف المحمول نكسس 5 اللي هو تم تصنيعه من قبل شركة LG وجوجل. تم تصميمه بشكل مختلف عن نكسس 4 من ناحية المواصفات، أيضا تغير بشكل كامل. الهاتف منحني الأطراف من الجوانب، نحيل بسماكة 8.6 مليمتر، والوزن الكامل له 130 جرام. بالنسبة للمواصفات، أهم المواصفات الموجودة في هذا الهاتف أنه يمتلك مواصفات خارقة مقارنة بسعر رخيص الثمن، مثل سناب دراجون 800، ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت، الشاشة 4.5 أو 95 إنش بتقنية ال HD IPS، التقنية الخاصة بالجي. طبعا هنا المميز في هذه الشاشة أنها بدرجة وضوح دقة عالية اللي هي 1080p. طبعا هذا راح يعطيك زوايا رؤية ممتازة، ألوان واقعية. طبعا الهاتف يعتبر يعني مرة أخرى لا يمكنك تغيير الذاكرة الخارجية، بمعنى آخر عليك البقاء مع 16 أو 32 جيجا بايت. أيضا البطارية لا يمكنك استبدالها، لكن تم تطويرها من 2100 ملي أمبير إلى 2300 ملي أمبير. الهاتف أيضا راح يكون متوفر باللون الأبيض واللون الأسود. الشيء المميز في هذا الهاتف من ناحية التصميم أنه المادة الخلفية تم الاستغناء عن طبقة الزجاج وتم استبدالها بمادة البوليكربونايت، المادة أقوى من البلاستيك. من الأشياء الملفتة للانتباه هو شعار النكسس، ومن الأشياء الملفتة للانتباه أيضا هو الحلقة اللي تدور حول الكاميرا الخلفية. وعلى ذكر الكاميرا الخلفية، فإن الكاميرا الخلفية لا زالت بدقة 8 ميجا بكسل، لكن تم تطويرها بشكل ممتاز. أولا إضافة تقنية الـ HDR+. التقنية هذه تعتبر على حسب جوجل أنها تقنية مطورة من الـ HDR العادية والموجودة في عدد من الهواتف الأخرى، لكن النتيجة هنا أنه يأخذ أكثر من صورة لإضافة تفاصيل أكثر وألوان وإضاءة ممتازة. صراحة من ناحية إنتاج كانت ممتازة. هذا من الأشياء الممتازة اللي أضافتها LG في هذا الهاتف، تقنية خاصة بالـ OIS أو المثبت البصري، وهذه التقنية تفيدك كثير للتقليل من يعني اهتزازات الفيديو وأيضا في التصوير في الإضاءة الضعيفة. بالنسبة لجودة التصوير وتصوير فيديو للأسف ليست الأفضل مقارنة بالهواتف الأخرى المنافسة مثل سامسونج HTC والجي. بالنسبة للشاشة فسبق أن تحدثنا عنها أنها ممتازة، الأداء والبطارية. بالنسبة للأداء ما يعني صراحة نظام الخام الأندرويد الكيت كات معالج رباعي النواة يعتبر من أقوى المعالجات، لذلك لا توجد أي مشكلة مع الأداء. البطارية كنا نتمنى أنها تكون أفضل من كذا، يعني على حسب استخدامك من استهلاكك البطارية. يعني استخدمناها مع الاستخدام المعتدل كان صمد معنا تقريبا 10 ساعات إلى 10 ساعات ونص الساعة. بالنسبة للنظام، نقطة مميزة جدا في هذا الهاتف هو النظام الموجود في هذا الهاتف. طبعا هو أول هاتف وكالعادة من سلسلة النكسس يحصل على نظام الأندرويد الكيت كات. النظام يركز بشكل كبير جدا على عدة نقاط. النقطة الأولى، جعل النظام متوفر في أكبر عدد ممكن من أجهزة الأندرويد، لأنه النظام يدعم بشكل خاص أو من خلال النواة الجديدة الموجودة بداخل النظام على دعم الهواتف رخيصة الثمن، تحديدا الهواتف اللي تدعم ذاكرة عشوائية 512 ميجا بايت. إذا تعرف النظام على الهاتف وكان ضعيف من ناحية المواصفات، فإنه يقوم من تلقائيا بضبط الأداء والذاكرة العشوائية أو الرسوميات بحيث أنها تكون مناسبة مع الذاكرة العشوائية. من ناحية الجديد في هذا النظام، يعني لو دخلنا على شاشة القفل الموجودة أمامكم راح تلاحظ أنها مقاربة جدا من ناحية نظام الأندرويد جيلي بين السابق، لكن راح تلاحظ أنه في أيقونة الكاميرا واللي تسمح لك بالدخول إلى تطبيق الكاميرا. لما تدخل الواجهة الخاصة بنظام الأندرويد الكيت كات راح تلاحظ أن الأيقونات أصبحت أكبر. طبعا هذه الحركة مفيدة بحكم أن الشاشات أصبحت يعني أو تخطت حاجز 5 إنش. من الأشياء أيضا الجديدة في هذا الهاتف أنه في بعض التطبيقات أصبحت مثبتة مسبقا، مثل كويك أوفيس واللي تقدر تقول أنها عبارة عن حزمة الأوفيس مثبتة مسبقا ومرتبطة بخدمة جوجل درايف. من الأشياء أيضا المهمة جدا في هذا الهاتف هو أن الواجهة تغيرت بشكل طفيف. من ناحية إضافة عدد صفحات، تقدر تضيف أضفنا فوق 15 صفحة ومع ذلك أضافنا عدد كثير. يعني صراحة لما تضغط ضغط مطول على الواجهة راح يوجهك لثلاثة أيقونات، الوول بيبر اللي هي ورق الحائط، الويدجتس الصناديق المعلوماتية والإعدادات. من الأشياء الجديدة في هذا النظام هو دمج خدمة جوجل ناو مع نظام الأندرويد، حيث هنا أصبحت أفضل بكثير. مع نكسس 5 بإمكانك سحب من اليسار اليمين وراح توصل إلى هذه الخدمة، أو عن طريق الأوامر الصوتية مثل أوكي جوجل، ومن ثم راح يتم تفعيل خدمة جوجل ناو، وبالتالي تقدر تشوف آخر الأشياء. ممكن تطلب منها عدة أمور، أوامر صوتية معينة، وبالتالي راح تشوف أنه راح يستجيب لك بشكل سريع. فيما يخص الأمر الصوتي، لازم وهذا شرط أساسي أن تكون الشاشة نفسها فعالة. لما تدخل على قائمة التطبيقات راح تلاحظ أن الخلفية تم استبدالها بنفس الخلفية الموجودة اللي أنت وضعتها بالأساس بدلا من خلفية السوداء. هذا يعني تحديث بسيط لكنه ملفت للانتباه. تطبيق الداونلود اللي هو الخانة خاص بالتحميلات تم تغييره
بحيث انه يكون واضح من ناحيه يعني الرؤيه والاستخدام في هذا الهاتف. من الاشياء الجميله جدا صراحه هو تطوير تطبيق الاستديو، حيث هناك الان محرر للصور بامكانك اضافه فيه اشياء كثيره، الفلاتر، فاجدها ممتازه صراحه. من الاشياء ايضا الموجوده في هنا انه الاعدادات الموجوده في هذا الهاتف اصبحت تضيف بعض الاشياء الجديده مثل تاب اند باي اللي هو خدمه المدفوعات عن طريق تقنيه الان اف سي، والاشياء الكثيره اللي ممكن تضيفها اللي هو البرينتينج الان، خدمه الطباعه عن طريق بشكل لاسلكي اصبحت مدمجه في الاعدادات. نقطه اخيره في موجود في هذا النظام اللي هو تطبيق هانج اوت. تطبيق هانج اوت المعروف خاص بجوجل بلس للرسائل الفوريه، لكن هنا الان اصبح يدعم او دمج خدمه الرسائل النصيه وخدمه الوسائط المتعدده في مكان واحد. هذا شيء جيد، لكن المشكله انه اذا جاتك رساله نصيه وفي نفس الوقت جاتك يعني رساله من عن طريق جوجل بلس من زميلك، فانه للاسف ما راح تكون في مكان واحد. لكن صراحه يعني اعتبرها حركه جميله، نتمنى انه يتم تحديثها بحيث انها تكون في مكان واحد وتكون بشكل مرتبه. نشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.